كابتن عمر طبعا يعني مش زميل بقى وصديق واخ وكده كلام من ده، يعني احنا اقرب ناس لبعض في النادي، يعني من اول ما لعب هو، احنا لعبنا قبل منه لان هو اصغر مننا شويه. يعني هو عمر واحنا بنلعب في الملعب ده اول ما بدانا احنا كان هو في البراعم الصغيرين، براعم اللي بيلعبوا بين الشوطين. وبعدين هو لعب على طول، اول ما بدانا احنا بدا هو معانا في، احنا بدانا قبل الدوري ما يبدا، قبل ما كان الدوري موقوف عشان حرب 67، بدانا في اول دوري 72 73 كان عمر شبط مع الفريق الاول. كان عمر عبد الله كان موجود، عبد الرحيم خليل في نفس المركز، بس عمر علشان موهبته ومهارته طلع يعني صعب في نادي يبقى فيه مثلا واحد اونج رايت كويس جدا ولعيب دولي ولعيب كبير جدا عبد الرحيم خليل الله يرحمه، ويطلع عليه واحد يلعب في نفس المركز، بقى هما الاثنين احسن اثنين لاعيبه اونج رايت في مصر كلها. بعد يوم جه الكابتن مصطفى عبد، احنا طبعا كنا مع بعض على طول في الماتشات، بس الذكريات كلها كانت في افريقيا، في ماتشات افريقيا. ماتشات افريقيا كان ما كانش اهتمام بالفرق المصريه في افريقيا، وكنا احنا بعد الاسماعيلي على طول لعبنا في افريقيا. فاحنا عانينا معاناه شديده جدا جدا مع الحكام ومع الفنادق ومع والسفر، وعانينا احنا بقى كنا مع بعض في المشاكل دي كلها. بس هو بيحضرني بس حاجه لعمر، هو يفتكرها. يعني عمر كان من النوع السريع جدا وخفيف جدا، يعني اي واحد يعمل له كده يلاقي نفسه بره على طول عمر. فاحنا كنا بنلعب البلاستيك، وكان عندهم لعيب اسمه عبده، حاجه عبده، كان باك ليفت صديقه، وكانوا زمان مع بعض في الجيش، وكان بايت عند عمر في البيت يوم الماتش. فكريه حاجه عبده، هو في الامارات، كان في الامارات، وعمر بيلعب عليه واصدقاء وبيت عنده في البيت. وبعدين كل ما يجي عمر يمشي يروح خابط فيه عمر. المره الوحيده في حياته اللي ضرب اللعيب في الملعب هو اللعيب عبده دوت اللي هو كان في البست، راح عمر ضربه بوكس واتطرد في الماتش ده، فتح له بيت عنده في البيت. ده اهم ماتش الوحيد اللي عمر لعب معاه بخشونه وضربه هو اللعيب ده، وصديقه اللي كان بايت معاه في البيت عشان قبل الماتش. ايه قصه نبيل عبده ده؟ الكابتن نبيل عبده اللي كان بيلعب في البلاستيك وبعدين في الترسانه. لا، هو نبيل كان في الترسانه اصلا، ما لعبش الترسانه. لا، راح لعب في البلاستيك فتره. انا لما كنت اصلا كنا مجندين شرطه مع بعض. كان نبيل معايا في الشرطه. ايوه، اما كنت لان ايام الحرب فخدهم الناس اللي هم الاسماء كلها الدوليه ومش عارف ايه، عشان في الحرب يعني ما يروحوش الجبهه. فودونا كلنا معظمنا شرطه اللي هو الاتحاد الرياضي. وكنا في لومان ترى يعني. كان طلعت ان احنا نروح اللومان. كان مقبوض عليك ولا يعني؟ كنا في اللومان، كان اللي هو الله يرحمه مصطفى الصباحي، كان هو اللي هو اللي هو مسلم مجدي، ده كان هو القائد بتاعنا. وكان معايا حسن علي ومحمود عوض ونبيل عبده وحسن جعفر ومشير عثمان. الله الله الله. لا، كنا كلنا منتخب، كنا منتخب فعلا. وانا وابو اسماعيل وعبد الرحيم خليل وعمل شفيق.